مساء الخير وتحية لكل مشاهدي شاشة الام تي في. مثل العادة بنطلع عليكم يوميا الساعة 7:15، ولكن اليوم استثنائيا، وبأن نحن بلد على طول بقلبه استثناءات، بنطلع عليكم ايضا ومن دولة بالامور ومن جيرة لمصلحتنا، حتى ما نحرمكم اليوم من انت قد ومن ضيفنا العزيز من ام الدنيا مصر. بدي زقفة كثير كبيرة، هو خريج سوبر ستار عام 2003 ووصل للنهائيات وحقق شهرة كثير كبيرة، ان كان بوسامته بالكاريزما يلي بيتمتع فيها، وايضا اغنيته هم ملهم بينا يا ليل يلي حققت نجاح كثير كبير، وبعدنا لليوم منرددها. حنعرف جديده بس على زقفتكم منرحب بهيثم سعيد. يا هلا يا هيثم، رمضان كريم. الله زيك. تمام. تفضل يا هيثم. والله العظيم يعني كانه انا على طول بيسالوني هيثم ليش الرقم 5؟ بقول لهم 5 حسب الحسود. دي بالمصري دي. شفت كيف؟ هيدا من المصري على طول متطبع. نحن مصر بنقول على طول لام الدنيا، وتحياتنا لكل الاشخاص اللي بيتابعونا بمصر، ورمضان كريم على الجميع. الله اكرم، ومبسوط اني معاكم النهارده جدا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، اقول بقى عيد سعيد عليكم جميعا. وهيثم سعيد. وهيثم سعيد. وهيثم سعيد. هيثم، بداية عرفت عنك انت بسوبر ستار، كنت لمعت بسوبر ستار، كان من حيث الكاريزما، من الاداء، من قربك من الناس، العالم حبتك، واجت المفاجاه ايضا كمان بهم ملهم بينا اللي حققت نجاح كثير كبير، ان كان من الكليب ايضا اللي كان هيك شوي صادم انه امراه محجبه معك، ولكن حققت نجاح كثير كبير. من بعد هم ملهم بينا، شو حسيت في صعاب صارت بمسيرتك او حبيت تنوع بين الموسيقى والتمثيل؟ يعني مبدئيا بدايه الحمد لله بحمد ربنا عليها، هم لهم بنا ليل، كانت بدايه قويه، والبدايه القويه بيبقى فيها جزء رعب بعد كده بيحصل عن الفنان. انت اي حاجه بعد كده، اي مشروع بتعمله، اغنيه او فيديو، بيتقارن بالنجاح الكبير اللي حصل، رغم ان انت ما فيش حد في الدنيا لازم نجاحات ضخمه ورا بعض ورا بعض. طبعا في نجاح وفي استمراريه وخطوه، يعني خطوه مش لازم تبقى عمل بعمل. فطبعا كان من اكتر الحاجات اللي مخوفاني موضوع ان المقارنات الدايمه، لا ما نجحتش زي هم مالهم بينا يا ليل. بس الحمد لله عملنا اغاني الناس وعجبت بيها، من يوم وعليك عيون كفيديو كليب. طبعا مش بس كلام، البوم مش بس كلام. و2012 نزلنا بالبوم، وامتى برضه الاكسبيرينسز بتاعت السينما والتمثيل، طبعا الاعتصامي، وايضا كمان لمح البصر. فيعني فبرضه هي كان دايما في خوف ان الناس ما تحسش ان اللي فات ان انت بتنحدر او بتقل، لا انت ممكن في نجاح كبير لسه ما وفقتش لنفس النجاح مره ثانيه. بس انت على طول هيك تتوق الى النجاح، وبعرف انك اليوم ايضا حيكون عندك تجربه بدراما اللبنانيه عشق النساء مع نخبه من الممثلين، نذكر منهم ورد الخال، ايضا نادين السيبنجام، وكوكبه من النجوم المهضومين والحلوين اللي بنحبهم كثير. صحيح. عشق النساء اكسبيرينس، اول تجربه في الدراما ان جنرال، واول تجربه في الدراما اللبنانيه. صح. بالنسبه لي سينما. سينما بس اشتغلت. اتحمست جدا للمشروع، المسلسل من اخراج المخرج الرائع فيليب اسمر، بوجه له تحيه طبعا. الكاست اكثر من رائع، في يعني على يعني انا ذكرت يعني اسماء نيمعه، يعني وايضا كمان بضم يعني نخبه من الاسماء. ورد الخال. حتتكلم مصري بالمسلسل ولا حتتكلم لبناني؟ في المسلسل انا طالع شاب مصري. فبتكلم مصري. طيب بما انه انت معنا اليوم، والبدايه قلنا هيك عن هم مالهم بينا يا ليل، اللي بحبها انا كثير، وغردت على تويتر قلت ضيفه، قلت هم مالهم بينا دغري عرفوا. ريتويتد على تويتر. ريتويتد دغري. بنسمعها لايف منك باستديو انت قدها. انا يا حاضر يلا. خدنا القمر للكلام، دوب هوانا، علمني معنى الغرام، طرنا بهوانا، البعد والله حرام، دلل نادانا ودوبنا وقربنا، لا بإيد والله ولا بإيدنا، هم مالهم بينا يا ليل، ليه شاغلهم شوقنا اللي واخدنا، يحسدونا وماله يا ليل، اللي غيران منا يقلدنا، الغرام والشوق والميل والحنين جوانا مدوب، والقمر في عينينا جميل، صعب صوتهم يقدر يبعدنا. الله الله، هيدي الاغنيه خلص يعني انحفظت وبعدها وبتضلها من الاغنيات، واحنا ايضا ناطرين هيك اعمال حنحكي عنها شو عم بتحضر بالمستقبل بالسنين القادمه. ولكن هيثم، نحن بشهر فضيل عنا 10 ارقام بدنا نقلها من 1 للـ10، وبنرجع بنتلقى اتصال وعليك انت تربحهم. يلا شعب، انا بحب الارقام. يلا اي رقم بتكتشفه؟ انا اساسا بصراحه يعني مريض بالارقام الزوجيه، بحبها جدا. يلا بلش. فممكن نبتدي من 2؟ 2. اوكي انت والمدام.
2 بس ما بتري مع البيبي. لا ما نتري مع البيبي صرنا 3 تيجي 2 المشناه هي كلمة متعلقة فيك تحديدا بالانترو او بالمقدمة اللي عرفت فيها عنك، ذكرت كلمة يمكن تكون ما بعرف قديش لها علاقة فيك، خلينا نحذر المشاهدين والاتصال. الو 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 مساء الخير، مين معنا؟ معك ماري. ماري من وين عم تحكينا؟ ماري بتذكر ساعات من الزوق. من الزوق، تحياتنا لاهالي الزوق. بدي اطلب منك توطيني صوت تلفزيون، وهيثم نقلك رقم 2. رقم 2 هي المشنقة. شو يا هيثم؟ ماري متكلي عليك. يلا رمضان كريم. الله اكرم الله اكرم يا ماري. يلا بنشوف سوا المشنقة. اوكي خليني انا ساعتها بساله وين المشنقة. يلا هي لها علاقة المشنقة فيك يعني دايركتلي، هي برنامج ما بعرف اذا انت شاركت فيه. يمكن اغنية لك، يمكن بلدك مصر، يمكن ما بعرف، يمكن اسم فيلم او مسلسل، بس انا بعد شوي انا بقول له. بلشت. يلا اوكي عرفنا انه كلمتين وبالانجلش. يلا بلش انا. يلا اعطيه حرف. خدي حرف اس مثلا. اس. يلا اس اس. شفت انتبهي بينت عندك بيتين. اس اس الموسم. يلا الموسم الاول من اي برنامج؟ بدايتي شو سوبر 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 شو سوبر ستار. برافو يلا مبروك. يعني معقول نخسرها يا هيثم؟ سوبر ماري سوبر ماري سوبر ماري. وماشي بتقدم لك جايزة، وهيدي هيك سوبر ماري هيك لقبك بالسوبر. خبرني من بعد سوبر ستار والنجاح اللي حققه بالموسم الأول، بتلاقي اليوم كيف تشوف موجة برامج الهواة؟ يعني بقت يعني بروفيشنال أكتر وبقت أضخم بكتير. يعني أنا أتذكر، خلي بالك هو سوبر ستار هو أمريكان آيدول، هو عرب آيدول، بس كانوا واخدين إحنا البراند يعني ريبراندنج للنيم. بس يعني حاسس ان كثره البرامج ظلمت ناس كتير، لان انت بتيجي بتلاقي في الاخر في البروجرام ده مش شرط اللي بيفوز او الاول او الثاني او الثالث هو كان افضل واحد، لا بيبقى من ضمن افضل خمسه، فالرابع والخامس دول بيبقى حتى لو ليهم بوتنشال ان هم يبقى من في عدد البرامج في عدد المتسابقين. انت عندك بقى خمس فايزين في خمس بروجرامز في السنه، صح؟ فمين هيفتكر الثاني والثالث؟ الوضع عندنا كان غير، احنا عندنا الحمد لله من الاول العاشر خدوا الاوبورتيونتي. ما كان في هالقد عجقه او ما كان في زحمه على الساحه وبرامج ثانيه، بس بتكلم في الاول لما كانت برامج قليله، كنا بقول لك من الاول للعاشر انت مذكورين بعد مذكور، يعني صح. خدنا حتى الفرصه بتاعتنا ان احنا نشتغل. صح 100%. بدي منك رقم جديد. 8 8. لا ولا لا، ولا يعني ولا لا فيك تقول ايه لا فيك تقول لا لمدة 60 ثانية. حنلعبها مرتين، نبلش مع المتصل والاتصال معك. قول الو. الو جربت تقدم برامج؟ جربت زمان. شو هلا بتفكر؟ شفنا موجة فنانين حبوا كمان هيك يجربوا يقدموا برامج وناسبتهم. مزبوط. بتفكر فيها؟ بفكر، بس نفسي في برنامج بمواصفات معينة. يعني انا حلمي اقدم حاجة زي بتاعت ناشونال جيوغرافيك انيمال بلانيت، انا بحب الحيوانات فعايز حاجة فيها اكشن. اكشن اوكي. طيب لازم ياخدك رامز لعند رامز رامز تمسيح وقروش كتير تمسيح وقصص وحاجات. اتصال معك هيثم. الو الو ايوه مين معايا؟ سهيلة. ليلى؟ سهيلة. سهيلة. الو سهيلة. سهيلة. الو يا سهيلة. أيوه. انت على الهوا. انت على الهوا يا سهيلة، سمعك. ايه كيفك؟ تمام الحمد لله، انت ازيك؟ ماشي الحال الحمد لله. سهيلة تعبانة شكلك. مش كتير. طيب يلا لا إيه لا لا فيك تقولي ايه لا فيك تقولي لا، وهيثم راح بيساعدك بالمرادفات. انت قدا؟ وطيني صوت تلفزيون على طريقك يا سهيلة. قدا. يلا كيفك؟ عال عال. حلو بلش نقول. قد ايه عمرك؟ 48. 48 سنة، ما شاء الله العمر كله. عندك ولاد؟ عندي. يلا وليه عم بتوقف؟ عشان تنسى تقول. عشان تضيع وقت. عشان تضيع وقت. سهيلة. سوسو. أؤمر عيوني. أؤمر. شو اسم ولادك؟ زينة وكارول. كارول، ما عندك شباب؟
عندي. الله ما اعطاني. اها بس حلوين الصبايا، زينة زينة هيك البيت اكيد، والحنية بجننوا اكيد بجننوا. مش عارف هلا بيناتنا مين بتعذب اكثر، الكبيرة او الصغيرة؟ نايناتهم نايناتهم. يلا بدي اربح، المهم بس اربح. بتحبيهم؟ موت فيهم كثير. ايه رح بتمطك يا ما كثير عشان التايم لازم تذكر. بتعرفي سهيلة انت ذكية كثير، والف مبروك لك، بخصم لك السنتين وانت قدها. مبروك سهيلة، كثير بتقدم لي الجايزة. يلا هيثم سوا، انت قدها؟ هحاول بقدها بس اكيد مش زي سهيلة. يلا انت قدها وقدود. توب كاونتر مع هيثم 60 ثانية لإلك. هيثم ازيك؟ تمام الحمد لله. وحشتك مصر؟ جدا جدا. قديش لك غايب عن مصر؟ 48 ساعة. 48 ساعة وحشتك؟ جدا 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 قوي خالص. بعد عيد جدا قوي خالص. جدا قوي خالص جدا. طيب طب طمنا كيف هلا الوضع بمصر؟ والله العظيم الوضع في مصر بقى ممتاز الحمد لله، احسن من قبل. وفيري سون يعني احنا اليومين دول مركزين مع الحملة بتاعت فيزيت لبنان عشان تنشيط السياحة تاني في لبنان. صح. Very soon visit Egypt يا جماعة، تنورونا في أي وقت. طبعاً نستمتع بجو مصر بالشعب المصري. قديش اليوم بمصر حيتقبلوا أنك أنت اليوم عم تفوت على دراما اللبنانية مش على دراما المصرية؟ لا أظن أن السنتين دول الموضوع مختلف تماماً عن قبل كده، لأن في كتير مسلسلات بحصل ميرجنج ما بين الفنانين. عجبتك الفكرة؟ عجبتني جداً. مين جداً؟ مش هتقول إيه؟ عجبتني خالص خالص. مين أكتر شيء لفتك دوره؟ في اي مسلسل؟ ماجد المصري مثلا، لعبة الموت. يعني لعبة الموت طبعا ماجد المصري. حبيب يوسف الخال في لو. جدا. لا كتير كتير. انت قلبك كبير، بتحب الكل. والله انا بحب الفن الحلو يعني. طب سقفوا له. على قد هذا بقول لك انه على قد على قد. برافو عليك حبيبي هيثم، بدنا رقم جديد منك. انا على فكره كثير مبسوط انه عندي ضيف من مصر، يعني كان بيقول بانت قد بهذا الموسم شفناك بهيك منغني كيف كمان، كنت اكثر من رائع العالم جدا، استمتعت بصوتك وبادائك اكثر من لغه بغني كمان. انا ثانك يو مايا دياب. واليوم انا قلت انه هيدا الموسم هيك حسيت، استقبلت من سوريا، استقبلت من الاردن، كان عبالي استقبل كمان من تونس ومن الجزائر، بس قلت مصر هيك عندها شيء. يا خيي ما بعرف. انا اتشرف طبعا، انا هو انا كده اول ضيف مصري. طبعا اتشرف جدا ان اول ضيف. زقفه لمصر من لبنان. يلا رقم أربعة؟ أربعة أو ستة، شو بدك؟ أربعة أربعة، خلينا في الزوجي. أوكي خلينا، أوكي تلاقيني ماشي كده. يلا أربعة. سين جين بعطي الجواب عليهم يطرحوا السؤال، تمام؟ تمام، أوكي. أوكي؟ ما بعرف هلا شو بده يطلع معنا، شي شغلة، شي خبرية. الاتصال معك، يلا. ألو؟ 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 ألو مين معانا؟ مصور، رمضان كريم. الله أكرم. وطي لنا صوت التلفزيون لحتى يسمعك هيثم مظبوط، وبدي منك نشاط وحماس لانه بعرف هيثم صايم وكلنا صايمين. لا تمام، بس بدنا منك تحمسينا شوي. بدك تربحني يا محمد. يا عمي هيثم هو اللي بقرر. تعالي هيثم اتعرف فيكي. طيب الاسم عشان اسمك روزالين كول. روزالين روزالين، اهلا روزالين. اوكي طيب احنا هنقول الاجابه. اها عايز تدينا وناخد منك السؤال. اوكي الاجابه انت قلتها. انا ابدا. توب كاونتر القاهره. ما هي عاصمه؟ شو عاصمه مصر؟ جمهورية المصريه القاهره. مظبوط. شو عاصمه مصر؟ شو هي عاصمه؟ ما هي عاصمه؟ كل ده يا جماعه غنينا شي لمصر. يلا انا بحب كثير يعني كثير اغاني، ما بدي اقول لك اسم اغنيه، الميكرو بس وراك. تبع الجسمي قال سريعة. بشرة خير. بشرة خير. طب نقول على المايكرو بشرة خير. اوكي بس بدي له الزقفة عشان بشرة خير سريعة. لا زقفة على الأغنية. تمام على الأغنية. دي فركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها، وخد بقى عهد تعدلها، سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطك وبكرة كبير. قوم نادي عصعيدي وابن اخوه البورسعيدي والشاب الاسكندراني، اللمة دي لمة رجال، وانا هاجي مع السواجي والقناوي والسيناوي والمحلة واللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السوايس الدنيا هيصة كده كده، واللي اسمع اللواء
ويا يا مكاد العيدة ومنسي عالشرق واحنا ويا بعض اقوى ده احنا ويا بعض اقوى واملنا كبير. الله تحية لكل الشعوب العربية ان شاء الله هيك بضلها بهالاجواء. هيدي الاغنية عملت حال يعني مع الجسم الفظيع ال- ال- الكلام واللحن والاداء الناس كل الناس اللي مصورين الاغنية دي يا جماعة من الشارع طبعاً. طبيعي جدا نازلين بيصوروهم كانت لايف وهيك وعفوية كانت لايف وصورت باكثر من محافظة وهيك بس في محافظات نسيوها فعملنا لهم اغنية تانية على ام بي سي شفتها كمان ازاي تنسى يا ايمن تجيب سيرة القاهرة بقى فين شرم الشيخ يا ايمن وفين الغردقة دول الزغبة قاعدكم هنا القاهرة دول الزغبة ايضا كمان اتغنى لها الحمد لله كتير هي طبعا هيدي من محبه الفنانين للشعب المصري اللي انتم شعب مش بس هيك اسستوا بالسينما وبالفن ومحبين وتدعموا على طول هيك عندكم وقعكم وعندكم مكانتكم. والله يعني دي حاجه طبعا اتشرف باللي انت بتقوله ده بس ده جزء لا يتجزا من لبنان من اللي بنلاقيه احنا هنا كفنانين من الوطن العربي كله في محبه على طول لبناني قلبه كبير للكل والوطن العربي كله دلوقتي كله بيغني لكله ده حاجه جميله هيدي كتير حلوه. رقم ناخد احنا خدنا ايه خدنا 10 6 بقى عشان نبقى خدناها كده يلا 6 على فكره لازم تعمل ستكم انا هيك انا بشوف يلا بينا طيب لازم عشان عندك الكاركتر المهضوم اللي هيك الحرك انرجيتك عن جد بينفق لك تعمل ستكم 6 يلا نغمة وغنية هي أغنية على طول بتكون من الزمن الجميل أغنية قديمة حلوة ولكن بعدها عايشة ومنحب نحطها على طول دي أنت أدى لنذكر المشاهدين فيها تمام وممكن نسمعها بصوتك. اتصال ألو ألو بوسوار مين معي ألو رمضان كريم مين معنا رمضان كريم الله أكرم ألو 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 رواد رواد رمضان كريم الله اكرم هيثم نقلك رقم 6 وطير صوت التلفزيون يا رواد الله يخليك رواد نوطي صوت التلفزيون عشان تسمعنا يلا ونسمع النغمه والاغنيه بدك تعرفها يلا يلا نسمع سوا النغمه وين الماما رواد ما بعرفها طيب رواد ماما هون بس عم تحكي على التليفون يلا انكذا قال لها يا ماما معي 10 ثواني يا عمي هالاهل ما عم يهتموا بالاولاد يلا اجت 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 طيب عيط يا مدام لو سمحت احكينا يعني انا مش كثير شاطره بالاغاني طيب يا مدام الو مدام تركي ابنك رواد ويه بهالمأزق ومش عم بتساعديه بس اي اغاني خليكي نسمعها سوا يلا يلا امرواد يلا يا امرواد شوف تعالى تعالى يا حبيب العمر تعالى الله بعد 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 والله شو اسمك مدام بعد ينفع ينفع غشش سلوى سلوى يلا عم غشش عكس رايحين عكس رايحين ايه لا يعني انا يعني ايه يعني جايين لا يعني ليها معنى تاني يعني لورا لورا اريان روح ايوه راجعين راجعين ايوه مظبوط مبروك يلا اكيد مش اغنيه جايين وقصة تحية اكيد عم دياب واكيد سبونسر بتعطيكي لروات جايزي على قدر انا بدي انك انت قد مدام سلوى لنسمعها بصوتك اغنيه جايين طبعا راجعين تعالى 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 يا حبيب العمر تعالى وتعالى تعالى تعالى يا حبيب العمر تعالى كل اللي انا عشته ببعدك من عمري ده مش محسوب يا
يعني اليوم هيك بعفوية عم نكفي وعم نربح الكل والكل مجتمعين. بعرف قبل الافطار بيكون وقت هيك اصعب وقت بيقولوا. لا لا والله اذا عايز اقول لك اخر ساعتين قبل الافطار دول بيبقى اسهل شيء خلص. انت بالنسبة انا بسمع وعلى طول بعرف مني ومن عائلتي يعني اخر ساعتين بيكونوا اصعب شيء اطول شيء. ده حرام عشان الام بتبقى واقفه بتطبخ فهي بالنسبه لها العذاب ومتوتره صح. انما احنا مستنيين عادي احنا قاعدين نتفرج يعني بنسمع اغنيات بس مستنيين ناكل مش اكتر. ان شاء الله يا رب هيك كل اللي بيكونوا مجموعين على طاوله الافطار وحتى بكل السنه بنراقب بعد اكيد 10 بقى عشان يبقى 10 خلص 2 4 اوكي. هلا اذا لعب في لعبه ثانيه ما فيك بتنقل واحد ما بالضبط خلاص كده هخش على الفايت 10 اوكي كيف كيف هلا بسوي سوبر سيمكا جريمي. جينيفر رح بتكون بالموبيلي توب وهي رح تتولى عمليه تلقي الاتصال وراح بتجرب تخلي المتصل يربح $1000 من الموبيلي توب تمام. Great. يلا جينيفر الهواء لك. اي ورمضان كريم ومبروك لكل اللي عم يربحوا معنا بهذا الموسم. انت قد رابحين كثار ان شاء الله. اليوم كمان يكون معنا رابح بفقره يلا سيبا. اليوم ست جديد مختلف عن امبارحه ايطاليان ست كثير حلو بس اللعبه مختلفه. على المشاهد يحذر سعر التخت سعره التخت وانا حاخذ اتصال. الو الو هاي هاي مين معي؟ معك توني خوري. توني؟ وي توني مع مين عم تحضرنا؟ مع امي وبيي وخيي برافو العيلة كلها. يلا توني بدي تحذر قد ايه سعر التخت؟ سعر التخت؟ ايه اعطيني رقم. في احتمالات؟ اعطيني رقم رح ساعدك. $800؟ لا علي ألف؟ علي 1100؟ ليك حاعطيك احتمالات عندك $1500 $1600 او $1700 نقي. $1500 قد ايه؟ 1600 جواب نهائي؟ جواب نهائي اكيد؟ اكيد خلص ما بتغير؟ لا لا خلص $1600 خلص. توني حق التخت $1500 صح. يعني انا جربت ساعدك بس هارد لك معلش خيره بغيره. بدي اقول لكل مشاهدينا انه $1000 باقيه معي لبكره. الجائزه صارت حرزانه $2000 وخاصه ما بدنا ننسى اب تو 50% على كل المفروشات والاكسسوار يعني رح تستفيدوا كثير خاصه المفروشات بتعقد. طبعا جاني المفروشات بتاخذ العقل واب تو 50% وبكره $2000 بيلا سيبا. شو كنترول بناخذ بعد رقم؟ يلا بعد رقم مع هيثم سعيد. ناخذ 3 النهارده كده؟ يلا 3 هيك بنكملها عشان قدامنا. ايه بس انا بحب السيمتريه عايز ارسم بيها. ايه هيك عملت برسم بالالوان رسمت اغنيه ثانيه. اوكي نغمه واغنيه ثانيه حلوه خلص هو حنغني حنغني لازم نغني يلا. اتصال الو يلا ما يطلع لنا مثل كمان رواد. رواد ويت ويت ما يا ام رواد انت فين؟ لا بس اقول عكس رايحين جايين جايين هيدي لانه احنا بنقول جايين جايين فبتصير ترجع روح ورجع صح روح ورجع روح ورجع روح ورجع. اتصال الو وطولنا صوت تلفزيون لو سمحتوا لانه احنا على الهواء. الو بونسوار مين معنا؟ الو وي بونسوار. بونسوار مين معي؟ معك دونيز. دونيز بدي اطلب منك توطيلي صوت التلفزيون وهيثم نقلك. دونيز دونيز سمعتك بدي منك توطيلي صوت التلفزيون لو سمحتي. يلا. ورقم ثلاثة نقلك يا هيثم. يلا بنسمع سوا الاغنية يلا. اوكي. حتى نخفف على بعض الديلي، نسمع سوا الاغنية. يعني غرامك وعدك. أنا مش عارف إلا. يعني غرامك ايه اذا بدك ما بعرف هيثم بيقول لك شو صح؟ قال انا مش عارف يعني. مش عارفه هي قالت ايه يا ليل شيرين عبد الوهاب قالت ايه يا ليل صحيح طبعا خلاص انا صحيح اوكي مبروك انا ما سمعتكيش بس بغني ايه دي طب مش بس بتقدم لك جايزه هيثم شيرين عندها معزه خاصه عندي يعني انا بحب شيرين وبقول لها انا كل ملكك بحب شيرين وبن وجلال بالمتكة. تحية نقول لها رمضان كريم وكل سنة طيبة عليك وعلى أسرتك. طب تحية صوتك يا شيرين. طب نغني بقى نغني الأغنية شيرين. اتفضل. عاوز تقول لها إيه؟ نقول لشيرين أكتر أغنية بقى أنا عن نفسي بحبها ما بقدرش أنساها بتقول إيه؟
على قد ما بسهر ليلك على قد ما بتسيبني في نار ترميني في أسوأ عيونك وتسيبني في وسط الطيار يرجع قلبي يغني لك ويجي لك علشان يحتار وانت ولا انت هنا جاي اقولك ارجع اسمع علشان انا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على ايه دوقني الويل خدت مني روحي عقلي قلبي وسايبني بقلب عليل ياللي حبك انت مغلبني معذبني موريني الويل. هيثم سعيد طيب انت قد ننتقل على الست الثاني ولكن انتم مشاهدينا رح بنكفي معكم بنفس الاجواء الحماسيه مع ضيفنا المميز الرائع المهضوم كثير ولكل الشعوب العربيه اللي عم بتتابعنا بعد البريك بانت قد مع هيثم سعيد عم يقرا اخبار عودة لكم لتابع اخر قسم من انت قد مع ضيفنا من مصر الغالية هيثم سعيد. ازيك يا هيثم؟ كويس؟ تمام يا بخير الحمد لله. انا عرفت يا هيثم هيك انه مش سألتك تحت الهواء، عرفت انه في اغنية باللهجة اللبنانية بالالبوم الجديد ان شاء الله. يعني بتقول ايه؟ هي الاغنيه بتقول كلام حلو قوي. طبعا هي بالكلام، يلا نوطي الموسيقى لو سمحتوا يعني نسمعها. طبعا بنوجه تحيه، الاغنيه زي ما توزعتش من كلمات الشاعر علي مولى، علي جونيور صح. وصلاح الكردي الحانه. هي الاغنيه رومانس دراميه شويه اللي كانت للمسلسل، بتقول بين الهجر وبين الحب تذبح لحلول الوسطى لما تفل من شي قلب ما تخلوا وراكم نقطة ترجع تذكرنا فيكن ونشتاق وما نلاقيكن ترجع تذكرنا فيكن ونشتاق وما نلاقيكن ونحن بالوقت اللي صار الحب اللي فينا غلطة يا حب منك منطقي ما بعدنا حتى نلتقي شمر وجوه بهالزمن وجهك وحده اللي بقي شمر وجوه بهالزمن وجهك وحده اللي بقي. الله ثانك يو. شفت الاغنية؟ يعني يا حب يا حب يعني يا حب الى اسم الاغنيه دي اخر حاجه بنقررها يعني احنا بنخلص الاغنيه احنا بنختار بقى الالبوم بنطبع بنختار دي اسمك كذا اوكي يعني. اخر شيء بتنقل الاغنيه. لمين بتسمع هلا على الساحه بتسمع اغنيه ثانيه؟ والله مؤخرا طبعا انا برصد اغاني اصدقائي يعني الاعزاء فنانين من لبنان ومصر، جيلي سعد رمضان ومارك عبد النور وادم ونادر قتات محمد نور من مصر طبعاً. دايما الناس دي متابعه شغلهم، حتى احنا بنسمع بعض كتير شغلنا قبل ما ينزل، ده شيء طبيعي يعني. بس طبعا ما بفوتش استاذنا عمرو دياب صابر الرباعي حبيبه قلبي نوال الزغبي. طبعا صحيح انا نوال الزغبي صابر وعمرو دياب ما بفوتلهاش اغنيه. وعايز اقول لك يعني انا اخويا جيتاريست ما بيجي بيسجل اغنيه جديده لنوال هو عنده عشان مصداقيه الشغل ما بيحبش يسمع الشغل اللي سجله، بس اقول له معلش سمعاني ارجوك سمعاني سمعت. بفضل وراه لغايه ما يسمعني الاغاني الجديده اللي سجلها. مش غريب مش غريب نوال قديش عن جد بمصر وبالعالم العربي بيحبوها وكتار. لا نوال زغبي يعني يا جماعه احنا خلينا نسمع حاجه حته لنوال حاجه من صوت هيثم سعيد نوال الزغبي يعني يا رب نطلع. طيب نقول اغنيتي المفضله لنوال الزغبي على مر الوقت يعني بتقول ايه؟ عينك كدابين قولي خايف اللي تقولها لي لو تداري العين قلبي حاسس بيها يا غالي كلمة من حرفين عشت بستناها ليالي على عيني عيونك تقابل عيني وقلبك بشو يناديني عذابي في هواك. يا هيثم بكل التوفيق بمسلسل عشق النساء وبالالبوم المرتقب.
نحن بدنا اكيد نقدم لك هديه هيك متواضعه من فيوردلي لنشكر حضورك معنا وبقالك لعبت لا وكنت قد وقدود. قولوا ايه بالمصري بيقولوا ايه؟ قدها وقدود؟ قدها وقدود قدها شويتين ثلاثة. ده هيثم سعيد قدها وقدود بحلقة اليوم من انت قدها. فيكم تابعونا اكيد بكره بحلقة جديدة بنفس الحماس وتصوتوا على الاربع احتمالات اللي راح تشوفوهم باسفل الشاشة. من هو ضيف انت قدها بتعرفوا بكره اكيد اذا صوتوا وكنتوا قد التصويت. هيثم كلمة أخيرة لك. مبسوط اني كنت معاكم جدا النهارده. عيد سعيد ورمضان كريم ومبسوط ان انا اول ضيف مصري في انت قدها النهارده. لا بلا هيثم شكرا لكم كونوا قدها مع شبكة برامج الام تي في. باي. Dans le métro, une dernière fois.